خلينا بس نبدأ يعني عشان المشاهد يستوعب، نعرفه يعني ايه جريمة إلكترونية او جريمة معلوماتية بشكل بسيط. بعد كده ندخل في الذكاء الاصطناعي باعتبار ان هو بيستخدم في الآونة الأخيرة بشكل كبير في الجرائم المعلوماتية والإلكترونية، وبشكل خاص بقى وخطير في جرائم الابتزاز الإلكتروني. بشكل مبسط بدون ألفاظ فقهية او ألفاظ قانونية معقدة، كل إساءة سلوك باستخدام تقنية المعلومات هي جريمة إلكترونية. كل إساءة إيه؟ إساءة سلوك باستخدام تقنية المعلومات. حلو، طب هقف معاك دلوقتي، معلش دقيقة واحدة، اتفضل. دقيقة واحدة دكتور عصام. يعني خلينا مثلا نقول إن إحنا موجودين على اليوتيوب أو موجودين على موقع من المواقع بالحلقة، وده ده أنا ده واقع، أنا ما بقولش أكيد خيال. أكيد. اللي انا قلته او اللي دياب قاله او اي حد زميل في اي قناه، مش بس صدى البلد، تلاقي تحت اكم من تعليقات، الشتائم يا ريت تعليقات. ايوه تعليقات بتحتوي يعني على لو انت قذف او مختلف سب معايا في او الراي قول لي، لكن انت بتلاقي بقى ايه، انت بتتهزق وبتتشتم بالام وبالاب وبكل حاجه، دي جريمه؟ ايوه طبعا. ما بس احنا هنا محدش بيعمل حاجه. احنا بنقول لا، ما ينفعش نقول محدش بيعمل حاجه، يبقى احنا كده هنقلق الناس من البدايه. احنا عندنا جريمه ليها قانون، القانون ده فيه قصور في بعض الاحيان، في مشاكل تشريعيه، في مشاكل اجرائيه، في مشاكل مواجهه شرطيه، ولكن في النهايه احنا عندنا قانون بيشمل وبيحاكم على 80% من جرائم تقنيه المعلومات. قانون 175 لسنه 2018 ده جايب لي 38 جريمة إلكترونية. في قانون رقم 10 لسنة 2003، قانون تنظيم الاتصالات، في جريمتين. في قانون الأحوال المدنية في جريمتين. في قانون الأسلحة والذخيرة في جريمة خطيرة بتوصل عقوبتها وفق آخر تعديل في 2022 للسجن المؤبد والغرامة من 2 مليون ل 10 مليون. ففي قانون. القانون ده بينطبق على جميع الجرائم اللي في الوسط؟ لا، بس هنقول ان مفيش حاجه بتحصل؟ لا بيحصل. لا، ده قانون 175 لما دخل لي جرائم، خلى السب والقذف اللي بيتم في الشارع عقوبته 5000 جنيه غرامه، 10000، 15000، لا هو بيوصله لغرامه لا تقل عن 50 ولا تزيد عن 100000 والحبس او احدى هاتين العقوبتين. يبقى هو غلظ لي عقوبه السب والقذف التقليديه اذا تمت عن طريق تقنيه المعلومات او الانترنت او حسابات التواصل الاجتماعي او المواقع الالكترونيه زي المثال اللي حضرتك عرضتيه. الازمه هنا يعني احنا كده دخلنا في الموضوع بسرعه، انا كنت عايز يعني اعرف الناس يعني ايه جريمه، ادخل في الذكاء الاصطناعي باعتباره بيشكل خطر داهم على المجتمع المصري في الآونة الأخيرة بشكل أكبر بقى. النهاردة العندليب صحي من الموت وغنى، والعندليب وأم ست أم كلثوم غنى. أنا عايز أعلق على نقطة لا فكرة، هنقول لك لا ثواني يعني. بس ثواني بس ثواني، فكرة الجريمة، إحنا دلوقتي بقينا في 2024، فكرة الجريمة الإلكترونية دي بادئة من زمان قوي، فالناس بقى عندها استيعاب كامل لمعنى إيه جريمة إلكترونية. لا فكم الأصل كم اللي إحنا دلوقتي عشان خاطر ما نقولش كلام مرسل، لغاية الآن الناس بتعاني من كمية أذى نفسي من الجرائم الإلكترونية لا تحصى ولا تعد. لغاية الآن بيجينا ناس تسأل هو ده جريمة ولا لا؟ هو أنا ممكن أخد حقي ولا لا؟ لذلك إحنا بنوعي الناس. يحصل إيه؟ نعمل إيه؟ وفي توعية قانونية، في توعية تقنية، وفي توعية نفسية فيما يخص الضحايا اللي أغلبهم بيكونوا نساء، وأغلب النساء منهم بيكونوا فتيات من 16 ل 18 سنة. تمام؟ وتوعية لأهاليهم. فإحنا بناخد الموضوع بشكل عام ككل. انا عايز اعرف الاول الذكاء الاصطناعي ليه، يعني اعرفك الذكاء الاصطناعي بيتدخل معايا في الجريمه ازاي. طب يا ريت تقول لنا بسرعه عشان احنا وقتنا عشان حضرتك كمشار يعني كمشاهد تعرف انت لما هيحصل لك ده تفهم ان هي دي الجريمه. طب ايه هي بقى؟ في الوضع الاخير في الايام الاخيره بدا للشخصيات العامه ولاعيبه الكوره والفنانين على راسهم محمد صلاح ينعمل
فيديوهات بالذكاء الاصطناعي، حضرتك لو شفتها وسمعتها هتفتكر وهتنخدع فيها وتفتكر ان هو ده محمد صلاح. بس لو كملت الفيديو هتلاقي في سقطة او اتنين في اللهجة تبين لك ان مش ده محمد صلاح. فالنهاردة المحتوى بتاعي انا اللي انا بطرحه كبنت وكشاب وكست على وسائل التواصل الاجتماعي كل يوم فويس ستوري لايف يعني بيخليني معرضة ان انا اكون ضحية ابتزاز الالكتروني. المحتوى بتاعي ده اللي هو صوتي ومرئي هيتاخد هيتعمل منه فيديوهات جنسية او هيتعمل منه مكالمات جنسية. طيب لو ده حصل وانا اتعرضت بقى للحاجة دي واتهددت،